مساء الخير مشاهدينا، ولقاء يومي جديد مع عرب وود. ونبدأ بالعناوين. لماذا يسأل الجمهور عن شامبو هي عبد السلام؟ وزهرة عرفات تتشبه بمريام فارس. كيف دخلت جينيفر لورنس موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ وأيضا راح تتابعون معنا في عرب وود. القضية الآن أمام عدالة المحكمة، وأنت تعرف والجميع أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. انتهى الفنان إبراهيم الحربي من تصوير مسلسل بعنوان ثلاث بنات الذي يعتبر خلطة عربية، حيث يتألف من 60 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني مسقطا على العديد من القضايا التي يعيشها عالمنا العربي. وأكد الحربي على أهمية الأعمال الفنية العربية المشتركة، لأن جميعنا كعرب في مركب واحد وقضايانا مرتبطة ببعضها. يذكر أن الفنان إبراهيم الحربي له العديد من الأعمال العربية المشتركة، وكان آخرها مسلسل تحالف الصبار الذي عرض الفترة الماضية، وشاركه بطولته الفنانة السورية نسرين طافش والممثل المصري شريف سلامة. توالت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح عمرو دياب أغنيتين من ألبومه الجديد شفت الأيام، وهما أهو الليل وعدة وجماله، حيث أشاد جمهور الهضبة بقوة مستوى الأغنيتين، مما يؤكد أن الألبوم سيكون من أقوى أعماله. نتمنى له التوفيق طبعا. تبدأ الفنانة عبير أحمد تصوير مشاهدها في مسلسل أنيسة الونيسة الذي يتناول قصة الفتاة أنيسة التي يعتقد المحيطون بها أنها ساذجة فستكون مطمعا لهم، لكن الظروف تتغير فتتحول لشخصية قوية، فيبدأ الجميع في التعامل معها من هنا بنفاق لكسب ودها. أكدت عبير على أنها ستقدم هذا الدور بطريقة كوميدية. كيف دخلت جينيفر لورنس موسوعة جينيس للأرقام القياسية؟ خلونا نشوف مع بعض. جينيفر لورنس حطمت الرقم القياسي وأصبحت نجمة أفلام الحركة الأكثر ربحاً على الإطلاق، وقد منحتها اللقب موسوعة جينيس للأرقام القياسية. لم تطلقها شخصيات البطلة كاتنس أفردين في ديستريكت 12 إلى شهرة فحسب، بل أكسبتها أيضاً مركزاً في سجل عام 2015 من الموسوعة. هذا مفاجئ أيضاً، إذ أن سلسلة The Hunger Games لا تزال في منتصف الطريق فقط، ففي الجزئين الأول والثاني حصلت هذه الشخصية على مبلغ قدره 928 مليون دولار في السوق العالمية. Catching Fire الجزء الثاني من السلسلة هو الجزء الذي يجب أن تشكره لورنس، فقد كسب وحده نحو 520 مليون دولار، ما جعله أكثر أفلام ما بعد الدمار نجاحا تجاريا على الإطلاق. انضم آخرون إلى جينيفر في موسوعة جينيس، ومنهم مايلي سايرس نجمة الموسيقى الأكثر متابعة عبر الإنترنت، شاكيرا أكثر امرأة تحظى بالإعجاب عبر فيسبوك، وبيونسي صاحبة المبيعات الأكثر عبر آي تيونز. لكن أكثر ما هو مثير للاهتمام التصنيف الجديد مع مسلسل جيم أوف ثرونز، والذي حاز على لقب أكثر مسلسل مقرصاً، تم تحميل متوسط قدره 5.9 نسخ من كل حلقة. مشاهدينا راح نروح لفاصل معاكم وراجعين. عندما تحظى ممثلة بالراحة يصعب ترك العمل في موقع التصوير من دون أخذ الشخصية إلى المنزل. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهم جمال رأفت أبو الوطن. في كشف المستور النهاردة حنواصل تتبع القضية التي تشغل الرأي العام حاليا، قضية المهندس جمال أبو الوفا. وزي ما أنا دايما بقول لحضراتكم، أنا أتحقق ولا أحقق. من الأعمال الدرامية التي أثارت الجدل في رمضان الماضي مسلسل المرافعة الذي كتبه وشارك في بطولته تامر عبد المنعم، وتردد أن العمل مأخوذ عن القضية الشهيرة التي تم فيها اغتيال المطربة اللبنانية سوزان تميم، والتي كان متهما فيها رجل الأعمال هشام طلعت. الإشارات المثيرة للجدل اللي حصلت هي ان قالوا ان انا واخد فلوس من رجل اعمال هشام طلعت مصطفى عشان ابرأ وابيض وجهه وابيض وجه النظام الاسبق والى اخره. هو الكلام ده لما انا اكون راجل لئيم مثلا قلت لكم ان انا كنت في الميدان او حاجه، انا ما كنتش في ميادين، وانا راجل بنتمي للنظام الاسبق ومش محتاج حد يديني فلوس عشان ابيض وشه يعني. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا قلت رايي بمنتهى الامانه، زي ما في ناس كتير بتقول رأي مضاد بمنتهى الأمان ومحدش بيكلمها، بس هو المشكلة بتيجي عندي أنا وبيتكلموا. فاللي عايز يتكلم يتكلم، واللي عايز يشوف المسلسل على إنه مسلي يشوفه، واللي عايز يشوف إن في سموم تامر عبد المنعم بيبخها
ياخد مصل بقى عشان ما يخشلوش السموم دي لجسمه، واللي مش عاجبه المسلسل يغير المحطة. لكن كون بقى ان انت تجزم وان انت تعمل وان انت خدت فلوس وان انت، انا بعتبر ده نجاح يعني. انا دائما مثير للجدل. القضية الان امام عدالة المحكمة، وانت تعرف والجميع ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته. طبعا هناك سلبيات، لان انا عمري ما انتجت عمل كبير بالشكل ده، والمرافعه كان عمل كبير، انا واخد على البرامج الصغيره وكده، لكن ايجابياتها اكتر حتى لو ما كسبتش، فانا سعيد وراضي بنسبه 150%. انا قلبي مبوض وخايف. دي مؤامره بقى. اليهود مش حكر على تامر عبد المنعم او حكر على امير رمسيس او على مدحت العدل، كل واحد له منظوره، كل واحد يقدم اعمال عمله بالشكل اللي هو يريحه، واكيد كل واحد فينا له وجهه نظر. وان كان انا احترم طبعا الدكتور مدحت العدل واحترم كتاباته، ما احترمش اراءه السياسيه لكن احترم كتاباته، واحترم ايضا امير رمسيس ولو اني برضو مختلف معاه سياسيا، لكن احترم رؤيته الفنيه، وعارف ان امير من المخرجين اللي ممكن، انا ما شفتش الفيلم بتاعه لكن اتمنى ان انا اشوفه قريب، لاني متاكد ان هو هيبقى مقدم وجهه نظر جيده يعني. مليون جنيه لو ما تعدلش معايا انا هضربه. شايفك يا شهيره؟ ما صدقت ان انا وقعت، رحت مطلع الوساخه كلها اللي جواك. حسبي الله ونعم. وانا عامل حساب الاخوه اللي بيني، بكره نطردهم من النعيم اللي هم فيه. بس مختبط اتبهدل كده، انا لو شفته ممكن اتكف بناي حد. باسم ياخر هيبقى معايا ولا لا؟ ده شيء سابق لاوانه، اديني شهر، وانت عارف انا اول حد بروح له انتوا يعني، دايما انا مع روتانا. انا ارمل مراتي توفى، عندي بنوته بقى زي القمر، اوريك صورتها. امك تعيش انت يا ناديه. ويجي الباشا بقى بتاع الحزب الوطني يدخل كده من غير ريحه ولا دكتور، بعدها صفارت برضه. انا شكيت ان هي كلمت عليا في الموضوع ده وحبت تلبسوني. دور جواك وشوف انت ظلمت مين ورضيه، احسن ما ربنا يبعت لك حد يظلمك مره واثنين وثلاثه. وديني وما اعبد لكم ووديك ورا الشمس يا جمال. عشان نكسر شوكه جمال ابو الوفا. هي الدعوه تنفع من غير بزنس الاخوان؟ ده حتى لا تستجاب. كرسي الرئاسه يا معالي الباشا مش بناس عائليه. بنتي فقدت اعز ما تملك على ايديه. اوعى تعمل معايا كده. بدأت تحوم علامات استفهام كثيرة حول العلاقة التي تربط مقدم البرامج صالح الراشد والفنانة البحرينية شيلاء سب. صمتهما وسكوتهما وكأنهما راضيان بما يثار، مما يزيد من اتساع رقعة الشائعات. علاقتهما لم تعد تخفى على أحد، لكنها لا تزال علاقة غير مفهومة. هل هي علاقة حب من طرف واحد أم أنهما نموذجان للصديقين الحقيقيين؟ صورهما والفيديوهات التي تجمعهما تقول العكس تماما. تواجدهما المستمر معا في الأماكن العامة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي تدفع المتابع للجذب بأن علاقتهما توحي بمشروع زواج قريب. المقربون منهما يقولون إذا أردت أن تبحث عن شيلاء فتش عنها عند صالح، والعكس صحيح. الفارق بأن صالح تجرأ أكثر من مرة واعترف بأنها تعني له كل شيء، لكن لا نعلم إذا كان هو يعني لها بالمثل، فهي لا تزال كتمة. خلونا نشوف مع الأيام ونشوف إذا هذه علاقة ولا فعلا مشروع زواج. ظهرت الفنانة البحرينية زهرة عرفات بإطلالة عصرية اقتربت فيها من تلك التي تظهر بها الفنانة اللبنانية مريم فارس، خاصة تسريحة شعرها، خصوصا أن هذه الإطلالة أظهرت زهرة أكثر حيوية. لم ينقطع الحديث عن عودة الفنانة هيا عبد السلام إلى لوك الشعر الطويل منذ نشرت أول صورة بهذا اللوك قبل شهر، غير أن الصورة التي نشرتها مؤخرا وصفت من جانب الفانز بأنها الأجمل، وكان الفانز قد استقبل هذا التغيير من جانب هيا بالاستغراب الشديد لكونها قالت في وقت سابق لجمهورها لن تروني مرة أخرى بالشعر الطويل. وبينما اهتم البعض بالإشادة بهذا اللوك، امتلأ حساب هيا على موقع انستغرام بالأسئلة عن كيفية نمو شعرها بهذه السرعة، وسألوها عن نوع الشامبو الذي تستخدمه. فاصل وراجعين. ايوه هو رافض ده شخصيا. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا. كراسي يا منصور، كراسي يا منصور، اتفضل يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. حضرتك باشا. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا. كراسي يا منصور، كراسي. يا طيب. يستعد الفنان تامر عبد المنعم لتقديم الجزء الثاني من فيلم المشخصاتي، والذي سيجسد فيه العديد من الشخصيات السياسية التي لعبت دورا في الحياة السياسية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. كما يستعد للتعاون مع محمد السبكي في فيلمه الجديد من بطولة عمرو سعد، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل الشهرة الذي يخوض به الفنان عمرو دياب تجربة الدراما التلفزيونية لأول مرة. المشخصاتي المرة دي سياسي، وبيتناول شخصيات زي مرسي وزي أبو اسماعيل بقى والشاطر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أوباما الأمير القطري. يعني أنا متناول بعض الحاجات اللي محتاجة بس تبان تستوي ويبان مين هيخش معنا في الإنتاج، عشان لو محدش دخل معنا في الإنتاج نبدأ ننتج احنا يعني كالعادة. أنا كلمني محمد سبكي وهو صديقي وقال لي أنا عايزك معايا في فيلم. أنا مضيت على طول وأنا في المكتب قبل ما أقرأ وقبل ما أعمل أي حاجة إن أنا بعتز بصداقتي بيه، ويمكن أكون أنا الوحيد أو من الناس القليلة اللي دفعت عنه بعد اللي جراله في حلقته. أنا ده صديقي وأنا ما اشتغلش معاه قبل كده، وأتشرف إن شاء الله محمد سبكي. أنا بعمل ضابط رئيس مباحث السجن، ودور عجبني، والحقيقة أنا بحب كمان عمرو سعد اللي هو يعتبر بطل فيلم على فكرة، مش أنا. وحابب التجربة وإن شاء الله تلقى استحسان من الجمهور. مساء الخير. حضرتك رأفت باشا رستم ولا أنا غلطان يا فندم؟ أيوه هو رأفت باشا رستم شخصيا. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا. كراسي يا منصور، كراسي يا منصور، اتفضل يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كراسي يا منصور، كراسي. يا طيب. نظب الصغير لسه أخضر، مش هيعرف يتصرف. أهلا أهلا بالبشوات. تشربوا ايه اول بقى يا فندم؟ فين ظابط المباحث يا ابني؟ الحقيقه هو اجازه والبين معاون في المستشفى مع مراته، اصلها بتولد. حضرتك زي ما بتطلع في التلفزيون بالظبط يا فندم. طب والمأمور؟ الباشا المأمور في البيت، غادر القسم الساعه 1:30. انا شايف ان محمد سبكي لو اخرج هيكون له شأن كبير، لانه عنده خبره كبيره جدا جدا جدا، واللي شايف عكس كلامي يقول رايه برضو. على فكره كل واحد من حقه يقول رايه. انا حبيت تجربتي في العمل العام، فضلتها على شغلي الخاص. مصر لو ناديتني في اي شيء انا هعمله، ومش كلام يعني، انا لا بتاعتك شو ولا انا شبعان كده يعني. انا بمشي في الشارع اسمي تامر عبد المنعم، وبنعمل مسلسلات وبرامج وافلام، مش محتاج حاجه من حد. لو كانت المساله ان انا محتاجيني ان اعمل حاجه هخدم بيها، انا هعملها على الفور، لان بجد البلد دلوقتي محتاجه لكل فرد فينا ان هو يقف ويعمل اللي هو بيعرف يعمله، وانا قادر ان انا اعمل ده يعني. لان هي المساله مساله رؤيه، او زي ما علمنا فاروق حسني، الثقافه فكره تجني ثمار، تجيب فلوس وتجيب حاجات. السينما صناعة لازم تشتغل، فكنا في منتجين أو مخرجين بيخدموا على هذه التجربة، وممثلين يقدروا يخفضوا من أجورهم ويشتغلوا ويشغلوا الصناعة دي، ده شيء مهم. والسينما دي حضارة كمان وثقافة، زي ما نتكلم مسرح والسينما، الحاجات دي لازم تشتغل. أنا بشوف الأستاذ محمد صبحي بيتكلم بقاله 10 سنين عن مشروع ما شفتوش طلع الحقيقة، أتمنى بقى إنه يطلع مسرح للجميع، والمسرح بتاعه يعني المفروض بقى يطلع. هو ممثل مسرحي كبير، هو بس بيصرح اكتر من بيشتغل يعني. ما تشتغل بقى استاذ صبح، يلا يعني كلنا معاك، وانت ممكن ترجع المسرح. استاذ عادل امام لازم يرجع المسرح، اتمنى اشوف عادل امام في مسرحيه على المسرح قوي، حتى لو كانت تبقى اخر مسرحيه يقدمها، يعتذر على المسرح قوي. الناس دي تقدر ترجع المسرح. انا من ضمن كاست شهره، وهو انتاج سينرجي، اعتقد انه هيكون من اخراج الاستاذ رامي امام، اللي هو انا وهو قدمنا بعض في جزيره القرى وفي امير الظلام. عمرو دياب قيمه كبيره، عمرو دياب من اهم الحاجات اللي صدرتها مصر في اخر 25 سنه. عمرو دياب شيء مشرف. عمرو دياب انت عندك عمرو دياب، فانا طبعا اشتغل مع عمرو دياب ده شيء يشرفني يعني.
ومن بعد الفاصل نروح لقطر مع الفنان القطري عبد العزيز جاسم الذي قال أنه سيبدأ في غضون الأيام المقبلة التحضير لعمل درامي، ومن المنتظر أن يبدأ في التنفيذ بعد عودته من رحلته العلاجية لإجراء بعض الفحوصات الطبية لقلبه في لندن. وأكد جاسم أن الدراما القطرية بدأت تنتعش بعد توقفها لعدة سنوات، إذ شهدت الفترة الأخيرة ظهور عدد من الأعمال القطرية منها كسر الخواطر، وشارك في بطولته هدى الخطيب وعبد المحسن القفاص، ومسلسل خف علينا من بطولة عبد الناصر درويش وناصر محمد، وقد حقق متابعة كبيرة من المشاهدين. لذلك بدأ القائمون على الدراما القطرية في دعم الأعمال من خلال تكثيف عملية الإنتاج، متوقعا في الفترة المقبلة أن تدخل الدراما القطرية في منافسة قوية مع زميلاتها في الخليج. بعد آخر أغنياتها المنفردة أطلع عينه، طرحت الفنانة المغربية نادية المنصوري أغنية كذبة التي تعتبر كما تقول دعابة بين الحبيبة لحبيبها، حين تقول له عكس ما تحس تجاهه لتستفز مشاعره ويزيد من اهتمامه بها أكثر. وتعتبر الأغنية أول تعاون يجمعها بالملحن عادل عبد الله الذي قدمها بأسلوب يعكس شخصيتها الحقيقية التي تحمل الكثير من المرح والتلقائية وروح الدعابة على حد تعبيرها. على الرغم من تحضيراتها الحالية لتسجيل وتنفيذ ألبومها الثاني، طرحت الفنانة الأردنية عريب أحدث أغنياتها المنفردة بعنوان وجهة نظر التي تعاونت فيها مع الشاعر الإماراتي أصايل والملحن الإماراتي البحر. تحمل الأغنية الجديدة وجهة نظر لونا موسيقيا خليجيا صعب الغناء، تصدت له عريب بإمكانيات صوتية حصلت من خلالها على إشادة من هم أهم صناع الأغنية الخليجية. لقائنا انتهى معكم لليوم، انتظرونا غدا في نفس الموعد، إلى اللقاء.